وانا بقولها على الملأ كده. جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 سغدة يزيد ثمنه. حد يقول لي ده كلام؟ خليها للحكومه، خليها ايه، خلي الدكتور مصطفى هو اللي يشيلها، خلي وزير التموين هو اللي يشيلها. لا، انا اشيلها، انا اللي اشيلها قدام بلدي وقدام ناسي. مش معقول ادي 20 رغيف بثمن سيجاره، ادي 20 رغيف بايه؟ بثمن سيجاره. على الهوا انا بقولها، انا بقولها على الهوا لكل المصريين، هذا الامر لازم يتوقف. 20 رغيف بثمن سيجاره واقول ان انا عايز ادي لاولادي اكل ب 8 مليار جنيه في السنه، مش موجودين الفلوس. الكلام ده لازم يتوقف، وده امر ناخده من عيد تنظيمه بشكل مناسب. ما بقولش ان احنا نغليه قوي زي ما بيتكلف علينا 60 ولا 65 قرش، ولكن هذا الامر لازم يتوقف. طب الناس هتسمعني بقى يقول لك زي ما انا داخل على حياه كريمه ب 700 مليار جنيه عشان احول حياه الناس. اتكلم في النقطه دي لان انا الدوله لها قدرات، قدرات على ان هي تقوم بتقديم خدمات وتقديم انشطه زي ما سمعتوا من الدكتور علي. احنا مش اقل من 6 شهور في كل شكل من اشكال الاحتياطات الاستراتيجيه بتاعت السلع اللي موجوده، ما فيش مشكله عندنا بنعمل ده كله، لكن احنا مع بعض في ظل كورونا اللي موجوده ديت بالكامل، احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نرتب ده كله. انا عايز اقول على حاجه، في ظل درجات الحراره المرتفعه اللي حصلت ديت وتاثيرها على الانتاج الزراعي وتاثيرها على الفاكهه والخضار، بنحاول ما امكن ان نخلي الاسعار متوازنه. ويمكن الدكتور علي ما تطرقش للنقطه ديت بتوسع، يعني الهدف من ان احنا نبقى في تطوير كبير لمصانع جديده لأدفينا وأها، ان احنا يبقى عندنا منتج يقدر يكافئ يلبي منتج محترم غذائي من الخضروات والفواكه في وقت الازمات ديت، يبقى يعمل التوازن في اسعار السوق. فانا برضه بس بتكلم في السياق مع بعضه، زي ما انا بجري او احنا بنجري مع بعضنا في ان احنا نحول حياتنا في مصر الى حاجه راقيه ومتقدمه، برضه نتوقف عند موضوعات ونقول ايه، مش هتمشي الامور كده، مش هتمشي الامور كده. الامور ان انا اقول لا خلينا بقى ايه، ما نقدرش نقرب من رغيف العيش والنبي اصلي، لا لا لا، احنا بلد محترمه بتحترم ناسها وبتجري عليهم بجد قدام ربنا وقدام الناس. انا ما ينفعش ابيع 20 رغيف بعمله مش معروفه،